السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بأجاوب على الأسئلة اللي جاتني على الموقع اللي هو arafili.com، والاسم على الشاشة قصادكم www.arafili.com. للي يحب يسأل ويترد عليه يسأل على الموقع. طب والناس اللي بتتكسف تسأل على الموقع كأنها يعني مشهورة والدنيا كلها عارفاها، مفيش مشكلة، أنا متفاهم. يسأل على التشات، شوفوا السكرين شات، هتلاقوا في دايرة بتاعت التشات على الجنب اليمين أسفل الصفحة، تقدر تسأل، تفتح التشات زي الواتساب وتسأل عليها. النهاردة بجاوب على الأسئلة اللي جاتني على الموقع، وهي دايما بيكون ليها الأولوية. أنا بفتح الموقع تقريبا مرتين في اليوم وبرد على جميع الأسئلة، اللهم إلا يعني فيما عدا السهو أو الخطأ، لكن ده وعدي إلى آخر يوم من حياتي. اللي يسأل على الموقع أرد عليه، إنما اللي يسأل في أي مكان تاني أنا مش ملزم بقى، ما يعني مش هقطع نفسي على رأي فتوطة. فأول سؤال عندنا من واحد اسمه طارق. نشوف كده الأسئلة. أيوة عندنا طارق بيقول إيه؟ لا، في مازن. طارق أهو بأول سؤال عندي لطارق بيقول: سلام عليكم دكتور هلال، أنا تقريبا بقيت موسوس بموضوع الإيدز. مش لوحدك تقريبا يا غالي، اقول كام، 90% من اللي بيتواصلوا بيا موسوسين، والحق يقال هم بيتواصلوا بالدكتور الغلط، يعني الدكتور الصح انهم يروحوا لطبيب نفساني لو فعلا الوسواس مأثر على حياتهم. لكن اذا سألوني او سألوا 100 دكتور زي حالاتي اللي عنده حالة الوسواس اللي احنا بنقول عليها obsessive compulsive syndrome او disorder، it is called obsessive compulsive disorder، ده ما يرتاحش مع اي دكتور زي حالاتي، يعني متخصص في مجال الامراض المعدية، وانما يرتاح مع الطبيب النفساني. والوسواس ده ممكن يجي لأي شخص. طبعا الأشخاص اللي هي متعلمة كويس وعندها ثقة في نفسها كويس، ويعني علاقتها بربنا أهي يعني شوية معقولة، عادة الوسواس ما بيجي لهمش يعني. لكن ما بيستثنيش، ده في قصة نفسي أقولها لكم بس هتاخد وقت. باحث علمي يعني راجل على مستوى عالي جدا، شغلته البحث العلمي وكتابة في جريدة مشهورة أبحاث علمية، ماشي، جاله الوسواس بتاع الإيدز، وبعد كده لأنه باحث وكاتب عمل كتاب كامل رحلته مع الوسواس. طبعا لما تحسن بيحكي على الحاجات اللي هو كان بيعملها بسبب الوسواس، كان بيبقى بيقول انا عارف ان انا تفكيري غلط، وعارف ان السلام بالايد على الناس لا ينقل العدوى، ومع ذلك ما كنت اخاف اسلم على الناس، ولو صادف، لان هو راجل يعني مجتمعي، قابل حد ومضطر يسلم عليه بسرعه بسرعه يجري ويحط كحول في ايده ويغسل ايده ويجي 10 دقايق بالصابون والكحول، يقول أنا غلطان وعارف إن الكلام ده مش صح علمي، بس عندي رغبة داخلية مش قادر أقاوم. بدأ يتحسن إمتى؟ لما راح لطبيب نفسي بعد معاناة يمكن تزيد عن 10 سنين مع الوسواس. فالوسواس القهري بيجي لأي واحد، بس طبعا مع الناس البسطاء بيبقى معدله أعلى من الناس اللي هي يعني عالية الثقافة أو عندها علم عالي الدرجة. المهم أخونا بيقول أنا عندي وسواس ومحتاج منك نصيحة، أنا عملت تحليل بعد العلاقة بكام؟ 39 يوم.
تحليل اسمه ايه؟ كومبو. الكومبو اللي هو ايه يا اخوانا؟ نراجع مع بعض، اللي هو تحليل اجسام مضاده زائد انتيجين بي 24، ده اسمه ايه؟ كومبو، من كلمه كومباينيشن. كومباينيشن فاسمه كومبو، هو انتي بودي زائد انتيجين، اللي هو يعتبر التحليل المتاح الافضل، لان التحليلين المتاحين اجسام مضاده فقط لا غير، وده قطع بعد 90 يوم، وكومبو اللي هو مخلط ما بين اجسام مضاده وانتيجين، وده قطعي بعد 28 يوم. ده حسب رأيي. في ناس بتقول بعد 42 يوم مفيش مشكلة، مش مرتاح على 28 يوم اعمل بعد 42 يوم، اسبوعين 10 12 يوم مش هتفرق. ماشي، امتى تفرق؟ لما تقعد سنتين ثلاثة أربعة من غير ما تعمل تحليل، وتكتشف بعد أربع خمس سنين، لكن شهرين ثلاثة ما تفرقش كتير. لكن الأفضل انك تعرف بدري طبعا. ليه؟ عشان على الاقل تمنع انتشار العدوى لزوجتك الغلبانه او خطيبتك مثلا. المهم طبعا يعني انا ما يعني ما اشجعش ان واحد يعمل علاقه مع خطيبته الا بعد الزواج، لكن لو افترضنا يعني الاتجاهات الايام دي صعب مقاومتها. لكن المهم، فأخونا ده عمل علاقة بعد عمل التحليل بعد 39 يوم من العلاقة، ماشي، وطلع سلبي. المفروض لو شخص عادي انتهينا، لو شخص عادي مش موسوس بينتهي، يقفل الموضوع على كده طالما عنده معلومة ان التحليل قاطع بعد 30. المهم، وقعدت 5 شهور وعملت تحليل، يعني كمان بعد 5 شهور عمل تحليل، طلع ايه؟ اجسام مضاده. احنا قلنا الاجسام مضاده قطعيه بعد 3 شهور، طلع ايه؟ طلع برضه سلبي. بس انا خايف ليكون المعمل اعطاني نتيجه وخلاص. شفتوا الوسواس؟ شفتوا الوسواس بيقول لك ايه؟ المعمل اداني نتيجه وخلاص، يعني المعمل عمل له التحليل اي كلام، او عمل له التحليل ايجابي وقال له لا انت سلبي. يعني تخيل الوسواس ده قاتل قاتل. لو الواحد يشك في كل في المختبرات، يعني مش عارف يعيش ازاي، المريض ده يعيش ازاي لو بيشك في المختبرات، في نتيجة المختبرات. المهم بيقول بقى ان هو مازال خايف يكون المعمل اعطاني نتيجة وخلاص اي كلام، وما حللش العينة. يعني المعمل خد العينة وما حللهاش وقال له يا اخويا انت سليم، مع العلم ان اخر مرة محلل في معمل الفا، يعني مش في معمل من المعامل الصغيرة كمان، ده في معمل كبير ومشهور. اللي زي ده طالما والله لو وسواس خفيف وقلقان أرد عليك وأفيدك وأقول لك لا اطمن، التحليل عملته بعد 5 شهور والمعمل عمره ما هيديك نتيجة أي كلام أو أونطة، وهيضحك عليك. يعني مش معقولة، يعني هيضحك عليك ليه؟ فأحب أطمنك لهذا السائل اللي اسمه طارق، بقول له انك تطمن وحاول تعيش حياتك وتنسى الموضوع ده، بس الشطاره انك ايه؟ ما تتعرضش للعدوى مره تانيه. السائل اللي بعد كده حازم، يعني لو انتوا شايفين يا اخوانا انا رادد على الناس، بس انا بعيد اهو عشان للي ما شافش رده او الرد بتاعه ما وصلوش، وعشان الناس التانيه اللي بتسال تقريبا نفس السؤال، بس ممكن يكون بكلمات مختلفة وأنا لا أبالغ لما أقول لكم إن السؤال بتاع طارق ده اللي بيقول أنا خايف المختبر يكون إداني نتيجة أي كلام، ممكن يكون جاني بنفس المعنى يجي 1000 مرة، مش لازم من طارق نفسه وإنما من أشخاص آخرين. وممكن طارق ده لعلمكم يكون سائل عدة مرات بس بيستخدم اسم كونيا مختلف، لأن إحنا ما بنشترطش في الموقع انك تسجل تسجيل حسب الاصول عشان الخصوصية. سلام عليكم دكتور هلال، ده حازم بيقول ايه؟ حازم بيقول سلام عليكم دكتور هلال، انا عملت كذا علاقة غير محمية، وبعد العلاقة ب 35 يوم عملت تحليل الكومبو وطلع سلبي. الحمد لله طلع سلبي الحمد لله، بس القلق
لسه موجود يعني، برضه بيتصل بيا عشان قلقان، مش عشان التحليل طلع ايجابي ولا عشان مشكلة صحية، لا ده عشان قلقان. زيه زي ايه؟ طارق 5 شهور عمل، وبعد 5 شهور طبعا ده تقريبا هو طارق بس غير الاسم. شفت الاستاذ اهو الباحث اللي انا حكيت لكم عليه في اول فيديو حكى عن الحكايه دي بالظبط، بيقول انا كنت بتصل بالمركز الصحي اللي هو مختص بالموضوع ده، فمره واثنين وثلاثه المركز الصحي يرد عليه بعد المره الثالثه او الرابعه يقول له حسب السجلات عندنا انت اتصلت بينا كذا مره واحنا للاسف ما فيش معلومات جديده نقدر نديها لك ولا نستطيع ان احنا نفيدك اكتر من كده، اللي عندنا قلناه لك. فكان يعمل ايه حسب كلامه هذا الباحث العلمي اللي لما كتب كتاب كان عمره تقريبا حوالي 50 سنة، بيقول لك كنت اغير اتصل من تليفون تاني عشان التليفون الرقم بتاعه بيتسجل واقول لهم اسم مختلف عشان ايه ما يقولوا ليش حكاية ان اسمك موجود واتصلت عدة مرات وقلنا لك ما يكفي من المعلومات واسفين ما عندناش حاجة جديدة نقولها. فممكن حازم لو انتوا قريتوا السؤال طارق هو حازم، انا مش هلومه لان الوسواس القهري ده مرض، ده مرض. يعني ما تأخذنيش، انت لو واحد عنده مرض عقلي وقاعد يعيده وزيد تقدر تلومه؟ مرض يعني، ده مسكين برضه. فبيقول ايه؟ انه عاد التحليل بعد 5 شهور، نفس الكلام اللي اتقال بالنسبه لاخونا طارق، هو عمل تحليل بس هنا 39 يوم هو عملها 35 يوم، او نسي او حب يبقى شاطر فقال لك ايه؟ خليها 39 يوم. وبرضه 5 شهور وعاد التحليل. وبعد العلاقه ب5 شهور عملت اجسام مضاده. يعني الاولاني هو مش هقدر الومه بالرغم ان اللي زي ده بيضيع وقتي وبيضيع حق الناس التانية ان انا ارد عليها، لان لما بياخد جزء من الوقت بيضيع، لان انا اليوم عندي عدد معين من الساعات وعندي طاقة معينة اقدر ارد على كذا سؤال، فلما واحد زي كده يسأل سؤالين بيضيع وقت الناس. لكن هنعمل ايه؟ المرض غلاب. بيقول بس لسه الان نفس الكلام، انه بدي بقى في السؤال ده طلع يحط شوية اعراض، قال لك بيطلع لي بصور بيضاء داخل الشفة. فانت رأي حضرتك ايه؟ اعمل تحليل تاني ولا خلاص؟ وخايف المعمل، شوف الجملة دي، اللي عملت فيه طلع نتيجة وهمية. عرفتوا بقى ان هو نفس الشخص، فالرد هو هيكون ردي هو اقول له انت سليم وما عندك اصابة بس، واضيف اقول له لو انت يا حازم وطارق نفس الشخص نصيحتي ليك انك تروح لطبيب نفسي، لو رحت لطبيب نفسي هيفيدك كتير جدا جدا وهينقذ حياتك، لان الوسواس القهري مرض ممكن يؤدي بالانسان الى تطورات اخرى خطيره نفسيه. في مين تاني؟ ادهم بقى، خلينا نشوف ادهم بيقول ايه. ادهم عملت 3 مرات علاقة، ده بقى ما شاء الله على الافتوى ده، 3 مرات علاقة مع واحدة، مع كذا واحدة، آخر علاقة في يوم 21/11، يعني النهاردة 9/8/12، يعني الراجل بقى له إيه 18 يوم وقلقان جدا. الراجل عمل 3 مرات وقلقان، بس ده مش وسواس بقى، ده عنده حق يقلق لانه لسه ما عملش حاجه، لسه ما عملش تحاليل وقلقان جدا من موضوع الايدز. وعايز اقول للناس اللي زي ده اللي هو عمل علاقه وقلقان دي يعني ان لم يكن هيتملك منه ويحوله الى مرض نفسي دي علامه جيده، علامه صحيه القلق، حس انه غلطان وقلقان. ده في غيرك بيعملوها 100 مره والقلق لسه ما ولا حاسين بحاجه، فانت كونك عملتها 3 مرات وضميرك صحي وقلقان فدي ظاهره صحيه لحد كده، لكن لو دخل الى مرض وسواس لا.
فبيقول ان انا خايف قوي من موضوع الايدز، ما هي المده التي انتظرها وما هو التحليل اللي اعمله عشان انهي الشك؟ الرد عليه، وانا رديت عليه نفس هذا الكلام، قلت له انت دلوقتي بقالك 18 يوم، استنى كمان 10 ايام اسبوعين واعمل تحليل الكومبو، اعمل تحليل الكومبو ان شاء الله يطلع سلبي وتطمئن. يبقى انا رديت عليه وقلت له استنى الى انك انت تعدي 28 او 30 يوم، ده المدة، وقلت له اعمل نوع التحليل اللي هو ايه، الكومبو. لو قلت له اعمل الاجسام المضادة معناها انه لازم يعيده، يعني اذا طلع سلبي اجسام مضادة ممكن يعمل اجسام مضادة، لان ممكن الكومبو ما يكونش موجود عنده فيعمل اجسام مضادة. الاجسام المضادة لو طلعت سلبي يعيده بعد ايه، بعد 90 يوم. وهل في خلال الايام المنتظر المدة لتحليل ممكن يحصل لي شيء؟ طبعا مش هيحصل لك شيء، ده الايدز ده اذا اصبت فعلا وحصل عندك اعراض اوليه اللي هي بنسميها اكيوت اتش اي في انفكشن، هتحصل بعد في الفتره اللي انت بتحكي عليها شويه اعراض زي برد شديد، اسهال، صداع، طفح جلدي، تضخم غدد، هذه الامور، ودي كلها اعراض عامه. بس طبعا هذه الاعراض لما بتيجي للواحد مع سابقه ان عامل ممارسة جنسية غلط، الواحد يبتدي ايه يشك. طب يشك يعمل ايه؟ يروح يعمل تحليل. فانت مش محتاج تعمل اي حاجة غير ان انت تعمل التحليل ده. بالنسبة لاخونا ادهم، في ابو حمزة، ابو حمزة بيقول ايه ردا على ارافيل، يعني انا رديت عليه وهو بيرد علي. ابو حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تعافيت من السيلان. هو تقريبا كان بيتواصل معايا بخصوص مرض السيلان، بيقول انا خفيت من السيلان والحمد لله، ولكني اعاني من الم في مفاصل اليد اليمنى، مفاصل ايده اليمنى عند، يعني المده قصيره، ماذا علي افعل؟ ولا حاجه، ولا بسيطة جدا، مفاصل ايديك اليمنى يمكن انت تكون عملت اي حاجة، مسكت زراضية، خلعت مسمار. انا دايما ايدي ديت وجعاني، ليه؟ لان عندي غية، عندي جنينة صغيرة كده، غية ان اروح اقعد اقلع واقطع الزرع وكده وحركات من اياها ديت، فدايما المفاصل عندي ايه، بعد ما بروح البيت بتاعي وارجع مانيلا بلاقي مفاصل ايدي طبعا بتوجعني، مفيش حاجه، بستنى تاني يوم بتبقى ايدي كويس. لكن هذه الاوجاع لو مستمره تعمل ايه يا اسمك ايه؟ اسمك عبود حمزه. تعمل ايه لو لو المفاصل، هو طبعا عشان عنده سيلان ممكن يشك ان دي نتيجه السيلان، لا مش ملهاش علاقه ان شاء الله. تاخد مسكن، ممكن مسكن زي بنادول او فولترين عند الحاجة دي، اول حاجة. الحاجة التانية ممكن تاخد حبوب بي كومبلكس او حقن البي كومبلكس، حقنة كل 3 ايام لمدة جرعة 3 حقن وان شاء الله تتحسن. يا ريت يكون سمعني ويتابع معايا بعد ما يسمع هذا الكلام. جمال، جمال أحمد صلاح، جمال أحمد صلاح جمال أحمد صلاح قصة طويلة عريضة، يعني مش عارف هو متخيل إن أنا يعني أقرأ قصة في بدايتها حسيت بالموضوع فما كملتهاش. أنا شاب عشريني عملت علاقة محرمة مع رجل أكبر مني، بس ما كملتش بقى القصة. أروح على النهاية كلها، يعني كلام فارغ. وكان ممكن إيه يقول أنا تعرضت للعدوى، لأن إحنا ما يهمناش إزاي تعرضت للعدوى، راجل مع راجل روح يعمل تحليل وخلاص، مش محتاج إن أنت تكتب لي ذكرياتك كلها أثناء العملية الجنسية اللي إحنا كمسلمين مش معترفين بيها، بالرغم إنها أصبحت موجودة وأصبح في ناس كتير يعني في هذه الحالة
مجتمع الميم، ولكننا كمجتمع مسلم يعني بنرفضها. هل بالتفصيل الممل؟ هو فعلا تفصيل ممل. لم يح طيب لأنه لم يكن هناك كاس، ولكن بعد ما راح. طيب هل ينتقل المرض إن وجد بهذه الطريقة؟ أيوة، ينتقل وينتقل وينتقل. الإجابة ينتقل وينتقل وينتقل. طالما قلت لي إنك علاقة راجل وراجل فالمرض ينتقل، دي أخطر أخطر علاقة. سبحان الله، يعني العلاقة اللي هي بالنسبة لنا كمسلمين أو المجتمعات المتحفظة علاقة غير سليمة هي أكثر العلاقات خطورة. فالإجابة عليه أنه هو يروح يعمل تحليل، يعني لا يقلق ولا يستفسر من واحد زي حالاتي ولا أي حاجة. يعني مش فاهم، أنا عايز يبحبح يروح يبحبح مع الواحد مع البني آدم التاني. المهم الحل بالنسبة ليه ده والناس اللي زيه مع احترامي ليهم انهم يروحوا يعملوا التحليل، ماشي، واذا قدروا يمتنعوا عن هذه العلاقة او يصححوا الوضع طبعا يكون افضل ليهم جدا جدا جدا. محمد كمال، محمد كمال بيقول ايه؟ السلام عليكم يا دكتور، حضرتك انا عملت تحليل الاجسام المضادة من نوع رابد تيست أكتر من مرة خلال 87 يوم، وآخر تحليل كان في اليوم 87 وكلهم كانوا سلبي. الحمد لله، طبعا الحمد لله يا سيدي. المهم أنا كلمت دكتور حميات وسألته على الموضوع، قال اعمل البي سي آر. بي سي آر، السؤال بقى يا دكتور، السؤال هنا هو أنا محتاج أعمل فعلا تحليل البي سي آر ولا التحاليل دي كانت كافية؟ رأينا 87 يوم كافية، بس يتوقف عليك لو انت ما زلت الآن ممكن تعملهم بعد كمان ايه، بعد ما تعدي الثلاث شهور. الناس اللي بتقلق لما بتسمع ان في بعض الأطباء بيقولوا 6 شهور، ينتظر 6 شهور ويعملها. انا الأمور عندي سهلة، يعني مش هقول لك لا ما تعملهاش طالما عملتها بعد 3 شهور. يا اخويا اعملها. فانا جاوبتك يا اخونا كده، انا جاوبت اخونا محمد كامل وقلت لك اعمل التحليل بعد 3 شهور عشان تبقى مطمن 100%. هو بيسأل طبعا هل سعر كان ب 60 جنيه في القرية بتاعتهم ولا في المدينة بتاعتهم، وهل السعر يدل على جودة التحليل؟ لا طبعا السعر لا يدل على جودة التحليل، ولو ان طبعا التحاليل بتاعت الشركات الكبيرة اللي صرف على الأبحاث وبتبقى عادة غالية، لكن مش شرط. يعني اعتبرني أخوك ابنك أو جارك يا دكتور وذلني على الصح. أظن كده أنا رديت عليك، قلت لك اعمل التحليل بعد 3 شهور عشان كده يبقى من ناحية العلمية انت عديت 3 شهور. لو قلبك مطمن خلاص، لو ما زلت الآن اعمل تحليل تاني بعد 6 شهور، ولو ان انا ما بشجعش على ان حد يعمل تحليل بعد 6 شهور. اللي بعد كده مين؟ نادر بيقول انا معايا التهاب. واحد اسمه نادر بيقول انا معايا التهاب، معي التهاب بالبربخ منذ سنوات ومتعبني. هل استئصال البربخ؟ في ما سمعتش انا عن استئصال البربخ، انا اسمع عن استئصال الخصيه بالبربخ. لكن طبعا استئصال البربخ زي استئصال الخصية، لانك انت ما نفترض هتقطع البربخ كانك شلت الخصية، المني هيروح فين؟ فلو انت يا غالي ما خلفتش يبقى عمرك ما تخلف. وبعدين اللي عنده التهابات، اللي عنده التهابات يروح يعمل يشيل؟ لا ما تعملش اي عملية ولا تشيل لا بربخ ولا مش بربخ. خد علاج للالتهابات وخلاص. وبعدين الالتهابات يعني ايه؟ في حاجة اسمها التهابات؟ انت تقول لي والله في وجع، في سخونه، في تورم في المنطقه كده، تقول لي علامات. لكن التهاب ده تشخيص بتاع الدكتور، فانت بناء عليه قلت في علامات. يا ريتك يا نادر ما تكونش نادر معانا في الفيديوهات وتكون سامعني وانا بتكلم هذا الكلام، تسمع وتسمع النصيحه بتاعتي وممكن تبعت لي مره تانية بالتفاصيل. يعني اخونا بقى احمد،
أخونا أحمد، أنا مش عارف الوقت مر علينا وقت قد إيه، لكن نكمل أسئلة عشان أنا ما مقصر بصراحة في مسألة الرد على الأسئلة، فيعني أطول شوية لعل عسى الناس تستفيد. أحمد بقى بيقول إيه؟ اسمه أحمد، طيب ماشي يا أحمد، وعمري 40 سنة، وزني 92 وطولي 180. يا أحمد أنت كده عندك 12 كيلو زيادة، يعني 10 12 كيلو زيادة من المعلومات. المعلومات دي مهمة يا إخوانا جدا، ولو إن الناس ما بتحبش، يعني كتير ما يحبوش يبعتوها أو ما بياخدوش بالهم. وعاني من آلم الخصية من 4 شهور ومنطقة أسفل الحوض وأسفل الظهر، وعندي أوكي يبقى إيه ده؟ التهاب الخصية. ده ممكن يكون أحمد، ده هو نادر اللي فوق، اللي السؤال الذي سبق. وسؤالي ما هو العلاج الفعال لهذا الالتهاب، وكم من الوقت أن تستمر العمل؟ يعني الراجل ما خدش علاج تقريبا، وعنده وجع وما إلى ذلك. أول حاجة أخونا ده بقول له سؤالك عايز أعرف هل أنت عندك علاقة جنسية سابقة ولا؟ لو ما فيش، لو في يبقى ده مرض جنسي انتقالي، في الغالب بيكون سالان أو كلاميديا، جونوريا أو كلاميديا، ووصل للخصر. علاجك إنك أنت بتاخد المضاد الحيوي المناسب، تاخد مسكن للألم إلى إنك أنت تتحسن، تاخد جرعة كاملة ومظبوط. إيه هو العلاج؟ ما أقدرش أقوله لأن قانونا ممنوع الدكتور يقول العلاج بالتفصيل. ليه ما يقولش العلاج؟ لأن كل شخص ليه علاج يخصه. المفروض إن أنا أشوف الشخص، أشوف طوله عرضه شكله، عنده شحوب ما عندوش شحوب، ضغطه نبضه، أبتدي أديله العلاج. ده طبيًا، واللوائح اللي بتنظم المهنة بتقول كده، والدكتور اللي بيتكلم بالتفصيل عن علاج لحاجة معينة ده بيبقى دكتور مخالف، لأن ما فيش علاج ينفع لكل الناس. عبود حمزة ده يمكن بتاع السلام، أنا مش عارف عبود حمزة بيعيد السؤال تاني ولا أنا اللي رجعت له. المهم ده بتاع السلام تقريبا، هو عاد السؤال أو كان بيعيد السؤال. بي اي اس ار ال ده اخونا ده ما شاء الله معانا دايما هنا وعلى الشات الخاص وكده. انا اسف يا دكتور، انا هنتظر رد حضرتك هنا. انا اسف جدا، من فضلك اقرا رسالتي، الناس عايزاني اقرا الرساله. ماشي للاخر.